ويلكم تو ذا فايف. ده بقى البول. هادي يلا اصحى هادي عشان هننزل. يلا طب افتح الستارة ونبي افتح الستارة بس عشان ما بعرفش انام غير قدام السمك. السلام عليكم مرة أخرى، محمد الهادي يتحدث إليكم. فيديو بتاع النهاردة ده يعني هوريكم فيه كذا حاجة مش موجودة غير في دبي. أول حاجة هي شقة فيها حمام سباحة في البلكونة. هتقول لي عادي جدا، وزمان كنا بنشتري حمام سباحة ننفخه ونحطه في البلكونة أو نحطه حتى في الصالون، فحاجة مش جديدة عليك. تاني حاجة بقى هي فيلا عايمة على وش المية. فيلا تلات أدوار، دور تحت المية ودور عايم على وش المية ودور فوق المية، فوق المية ودور فوق الدور اللي فوق المية. وتالت حاجة هنتكلم عليها هي إزاي أي حد عايش في دبي يقدر يشتري شقة من غير ما يدفع داون بيمنت أو من غير ما يدفع مقدم. وعشان كده قررنا إن إحنا نستضيف الخبير العقاري مستر تعال حبيبي. السلام عليكم مستر محمد زيدان. طبعا زيدان يعني طلع معايا فيديوهات كتير قبل كده، وراجل عنده شانل على اليوتيوب هنحط اللينك بتاعها في اخر الفيديو. فيعني احنا مستضيفين زيدان النهارده علشان هو شغال اصلا. شغال ايه؟ انا شغال خبير عقاري، مستشار عقاري. مستشار عقاري، اي حد عايز يشتري شقه ياجر شقه يبيع يشتري، صح كلام صح؟ مزبوط. يروح لزيدان. بس يعني قبل بس ايه ما نخش كده في الكلام عشان ما تزهقوش مننا، هنخش دلوقتي على اول نوع اللي احنا هنطلع بره استديوهات محمد الهادي ونروح في اول دور. هنروح ايه؟ نروح اول زياره. بس قبل ما نروح اول زياره، لو انت لسه ما عملتش لايك او دوس سبسكرايب، دوس لايك واعمل سبسكرايب واكتب كومنت تشتمني فيه او قول اي حاجه. هنطلع على اول مكان ونرجع تاني. تعمل حاجه كده ولا ايه؟ طبعا المكان ده بالنسبه لي مكان مميز جدا، لان انا يعني ده يعتبر اكبر مشروع انا خدته في الشغل اللي انا شغال فيه. احنا شغال مهندس مبيعات، فببيع البرودكتس لشركات مقاولات، فده اكبر مشروع انا كنت جبته يعني في تاريخ الشركه. قبل كده ما كانش فيه مشروع زيه، لان في كل بلكونه في حمام سباحه. بس مش هنقول اكتر من كده. والشقه ستيبس كده، شقه. فانا شفنا ايه، انا زمان لما جيت الموقع هنا شفت المانيكان كده محطوط، اسمه ماكيت. مانيكان ايه؟ ماكيت. شفت الماكيت كده محطوط، شكله طبعا حاجه خرافيه. فان انا بقى اشوف الحاجه بعد ما اتعملت وخلصت، لحظه فخر دي. مستر زيدان ظبط لنا اليوم ده. بس خلينا نطلع نتفرج بعد كده ايه، نرجع نكمل كلامنا في استوديوهات محمد الهادي. يلا بينا. ويلكم تو ذا فايف. ده بقى البول، وانا برضو الجنينه الصغيره. فعندك هناك الدبي سكاي لاين، ده شارع الشيخ زايد. طلعت بقى انزل حمام السباحه وراجع على طول. ده الجنينه كده. الجنينه دي طبيعي ولا ايه؟ المفروض ان هي كيميكلي انهانسد يعني. ايوه بس هي طبيعيه. يعني لو حد عايز يزرع حاجه بتاع بالظبط، انت عايز تزرع اي حاجه معينه تقدر تزرعها هنا يعني. بالظبط. فحاجه بصراحه صايعه. عندك شيزلونج وعندك قاعده، لو جاي لك ناس كده بدل ما تطلع باربيكيو تاخدهم بره. هي اكنها فيلا. هي تيرس ابارتمنت، يعني مساحه كبيره قوي. مساحتها اكبر من مساحه الشقه. يعني هنا التراس حوالي 1000 سكوير فوت، 1100، وجوه هتلاقي الليفنج اريا من 980 ل 1010. طب تعالى نخش جوه نتفرج جوه. سفره صغيره، المطبخ، وفي ريسبشن زي ما انتم شايفين كده وزي ما اتفرجتوا. تعتبر كبيره ولا صغيره؟ بلاش اقول رايي انا. معقوله يعني. معقوله. بالنسبه لحاجات اللكجري يعتبر معقوله. دي الاوضه الاولى او الاوضه الصغيره، فيها بلكونه كبيره. الحته دي اسمها الجي بي سي. البحر على فكره باين من هنا، بس يعني ما اعرفش انتوا هتشوفوه ولا لا، بس هو كده البحر في الاخر. الحمام ده جوه الاوضه مظبوط، بس انت في نفس الوقت عندك هنا باب للحمام الضيوف، بحيث لو عندك ضيوف عايزين يستخدموا الدش ممكن يخشوا هنا على طول.
ممكن يفتحوا من جوه. ما على حسب بقى انت بتعزم مين عندك في البيت. والدواليب، بص الدواليب اصلا انت تحس ان هي يعني جزء من الحيطه. هي اكتر حاجه بحبها في شقق كتير جدا موجوده في دبي هي الدواليب. الحمد لله يا جماعه في رمضان حاطين يعني الدواليب اللي هي البلت ان في الـ في الـ في الشقه او في الحيطه، فانت مش محتاج تشتري دولاب، دايما تلاقي دولاب عندك في الشقه. اغلب شقق في دبي بيعملوا الحركه دي. في كمان هنا بلكونه كبيره ممكن نشوفها من الحمام، عشان الحمام هنا مختلف. لا بقى عندك مارفل طبعا وبانيت، وعندك بقى دش. لا يا حبيبي الدش اهو قدامك اهو. عندك هنا التويلت، وعندك هنا الباث تاب بقى، وزي ما انت شايف فلور تو سيلينج ويندوز، بس انت ممكن بقى تاخد البابل باب بتاعك وكل الناس مشاركه. لا ده عالم مبنى اكشلي في الجي سي، فما فيش اي في اصلا الحاجات دي بتقفل عندك. بتقفل بالظبط. معلش يا جماعه هستحمى يا جماعه، تعالوا نرجع، يلا هنرجع البيت. لا هو مثلا انا اعتقد ان الازاز ده من بره يعني اكيد الناس اللي ورا ما بتشوفش، يعني ان في ادوار تحت برضو يعني، فهو اعتقد الازاز ده من بره ما بتشوفش زي ما انت تكون قاعد جوه في الحمام. مظبوط. ومفيش حد اصلا يعني الكل ابارتمنت ما ينفعش تشوف اللي جنبها عشان هو معمول سيركلر. انت ما بتشوفش الناس اللي جنبك كده كده، فاهم قصدي؟ طب العماره اللي قدامك ما فيش ده، ما يعني ما فيش حاجه في عماره قدامه على طول. فين ده؟ لا هو يعني الحمام اهو باين. اي عم عشان ده حمام باين اهو من عندي من الاوضه هنا من المرام. لا يا جماعه بقى اللي هيخش يستحمى يبقى يقفل الستاره. طيب المهم يعني احنا في اخر الفيديو هنقول لكم يعني طب لو انا مش هشتري ازاي استفيد من حاجه زي كده. هو ده كونسبت اول مره يتعمل في الامارات بصفه عامه، ان انت يبقى عندك ريزيدنشال سويت في تاور عالي جدا وعنده سكاي لاين وعنده البول بتاعه في 59 دور 60 دور بالجيم والحاجات دي. هنخش على الثاني حاجه ونطلع لزياره خارجيه وننتقل من استوديوهات لاذاعه خارجيه علشان نروح على ايه بقى؟ World Islands. عايز برضه اعمل واحده. ايوه يعني انا اديك يلا واحد. We got time but no money but there ain't nobody stopping us. We got bills but no dollars but now we don't really give a no we don't really give a living for the ray of light. طيب احنا كده وصلنا زي ما انتم شفتوا كده، خدنا المركب وطلعنا علشان نوصل عند السي هورس. السي هورس هي عباره عن فيلا عايمة على وش المية، ثلاث ادوار، دورين فوق المية يعني دور عايم ودور فوقيه السقف ودور تحت المية. فاحنا وصلنا اوريكم بقى جوه، ما تقولهمش بقى كتير بقى هدي. ده عادي نمشي عليه؟ طيب نمشي كده عادي كده. لا ده هنمشي عليه بقى. نط بقى. لا ما تنزلش. لا مية بجد، ده في مية داخل في الجسم. طبعا عشان احنا تعبنا قوي بصراحة، كنا قاعدين في التكييف في اليخت، فحبوا يضيفونا هنا عشان احنا تعبانين. هننزل تحت. ان انا اللي شفته على النت ان الأوضة اللي تحت دي الإزاز بتاعها تفتح الستارة كده تلاقي نفسك طبعا في وسط المية، ومفروض ان في شعب مرجانية. طبعا نحس ان انا دخلت التلاجة. اوبا بص مش عارف دي ايه بصراحه. هي اوضه تبقى انت قاعد على الكنبه هنا كده وقاعد بتتفرج على ده. يعني تعالى اوريك كده لو انت جاي مكاني هيبقى شكلك عامل ازاي، تبقى عامل كده بالظبط. نوريهم الفيو ولا ايه؟ لنفاجئهم. هو طبعا يعني الكره اللي هم حاطينها دي اكيد هي مش موجوده هنا طبيعي، هم جابوها هنا، فالسمك كده كده بيجي يعيش جنبها، فعلى طول كل ما تفتح الستاره وانت قاعد في بيتك تحت هتلاقي نفسك قاعد جوه حوض سمك كبير او جوه البحر اكشلي. تعال نروح نشوف اوضه النوم. لا مزول الصراحه، لا انا حسبنا هنا شويه بقى. دي ما في ديد اند. ديد اند؟ اه ما تفتحش. او ماشي فتحت معاك انت ماشي. اوف حمام ده. حمام. تحب انت الحمامات؟ ها اموت انا في الحمامات. كل مره تروح على الحمام. زيدان من ساعه ما جه وشاف السمك هو قاعد ايه عمال يصور بكل الكاميرات اللي معاه ستوريز وفيديو. طب هياخدوا بالهم ان انا جاي. اوبا اوبا. لا دول بيرجعوا تاني. اه لا دول متدربين بقى. لا ده احنا اللي هنمشيهم بقى. طب بقول لك ايه، اقفل الستاره عشان زهقت من السمك بصراحه. انا بصراحه باي ما بحبش انا اقعد في الاوضه كده والسمك كل شويه جاي لي قدامي. هو مش معقول يعني، دي مش طريقه دي. خلاص افتح خلاص تعالى. ايه ده بتفتح لوحدها؟ دي اوتوماتيك. اه شكلنا مبوظها اصلا. ممكن نطلع على الروف نتفرج الروف عامل ازاي. ممكن تيجي تسكن هنا؟
طبعا لو معايا طياره هليكوبتر اكيد بجد. ليه يا عم المراكب المراكب بتجيبك في تلت ساعه. ايه ده السولار بانلز بتاعتك؟ ايه ده ايه ده يا حاج زياد؟ انا يعني مذهول. يعني انت قاعد على البحر وقاعد بالجاكوزي؟ يعني هنعمل ايه اكتر من كده؟ طبعا قاعد بتعمل شنب. لا وقدامك بقى قصر ب 70 مليون درهم اهو. مش مهم بقى قصر في... ما هو القصر ب 70 مليون يعني احنا قلنا هنقول اسعار. مش هنقول اسعار صح؟ لا هنقول يا عم هنقول. يعني القصر ب 70 مليون مع السي هورس بكام؟ 15 13 يعني عشان الحبايب. يعني عشان الحبايب ب 13. اوبا دي كده الاوضه الثانيه. الاوضه الثانيه اعتقد الاوضه دي اكبر. هما طبعا شايلين السرير. يعني لو انت دخلتوا على النت وشفتوا الصور هتلاقوا في سراير بتقف في الاوضه وكده. ثم شايلينها لان هي دلوقتي الناس بتيجي تتفرج عليها. فيعني عاملين قعدات. عامه المكان ده انا اعتقد يعني لو واحد عايش في دبي وعنده المكان ده بيطلع يقعد فيه مثلا في الويكند هو واصحابه يعملوا حفلات. طبعا مش انا يعني ناس ثانيه بس ثم هنا برضه بص ها. اسمها ايه دوران في المياه؟ دوران البحر. دوران البحر ما بيجيليش. لا دوران البحر الحمد لله. يعني اعتقد ان انا مناسب جدا شخص مناسب ان هو يسكن في مكان زي ده. ان انا الحمد لله ما عنديش دوران البحر واكيد معاك 13 مليون درهم. لا مش معايا بس النهارده عرض. النهارده هتقدر. بص السي هورس زي ما انت شرحت فيلا عايمه واول مره برضو المشروع ده يتعمل في دبي. الفكره ان هم برضو بيقدموا لك عائد ثابت 8% لمده 12 سنه. يعني انت معاك 13 مليون وتقدر تشتري الفيلا دي فهم ممكن يأجروها لك وكل سنه بيضمن لك يجيب لك 8% فتقريبا خلال 12 سنه تجيب ثمنها. ثمنها وزياده. وركب بيبقى عندك كل سنه 14 يوم ممكن تزور يعني او تقعد انت فيها انت والفاميليا وانت واصحابك او واتيفر يعني. يعني انت ماشي حاجه ب 13 مليون تقعد فيها اسبوعين بس. لا لا انت بتاخد ايجار. انت بتعمل 8% انفستمنت بالظبط. طيب بالظبط. يعني احنا بنصورنا حاجتين يعتبروا يعني حاجات مش موجوده في حتت كتير. ممكن اصلا اعتقد سي هورس ده مش موجود في العالم يعني على حسب معلوماتي. فالحاجات دي اكيد اسعارها مش اسعار المواطن العادي يعني اكيد محتاجه يعني حد معاه فلوس كتير عشان يشتري. سيجمنت معين بالظبط. لكن مثلا ممكن نبيع. طبعا مبيعش ليه يعني. يعني عامه حتى النوع الجاي بقى احنا ايه هنخش في الحاجه اللي ممكن اي حد يعني يشتريها بسهوله. الموضوع بيبقى مسهل. ولكن عامه العقارات في ناس كتير جدا شغاله في العقارات. تعرف حد عايز يشتري تعرف حد بيبيع تخش في الموضوع تقفش. من الاخر احنا كلنا بنعرف حد يا اما بيأجر يا اما عايز يبيع يا اما عايز يشتري. فانت ممكن برضو تعمل نوع من انواع البيزنس من الموضوع ده. ان انت لو تعرف حد ممكن بس تبعت لنا رقم تليفونه او اكشلي يعني تبعت لنا رقم تليفونه بسوق لنفسك. طب وانا يعني حتى ابعت لي رقم تليفونه. لا ما تبعتش يا عم عايز حاجه يبعت له. بس هي الفكره ان اي بيعه بتتم هنا اصلا في اسمها ايه كوميشن كوميشن او عموله بتطلع يا اما بتطلع من صاحب الديفلوبر نفسه صاحب المكان ده اللي بيبيعه المطور يا اما بتطلع معرفش بتطلع منين تاني بتطلع من الباير او بتطلع حتى من السيلر على حسب نوع الترانزاكشن. بس الموضوع ما بيأثرش على سعر المكان. فلو انت في حد مثلا بيشتري وانت عارفه ممكن انت تستفيد منه وهو اصلا كده مش هيخسر حاجه ان هو كده بيدفع نفس الفلوس اللي هو هيدفعها. فاحنا عشان كده جايبين زيدان النهارده عشان نستغل كلنا. ولو اي حد عنده فرصه قدامه او في اي حاجه ابعت لزيدان وهو هيظبطك ويظبط نفسه هيظبط هيدي يعني مش هنقول. ثالث نوع بقى ده وهو يعني نوع اسمها ايه بس لينا الطلعه دي بقى. نبتدي بالمشكله. المشكله في ناس كتيره هنا ان هم ما بيقدروش يشتروا عقار عشان ما عندهمش الفلوس وما عندهمش الليكويديتي. فالناس بيأجروا دلوقتي. في كونسبتس كتيره ان انت بتدفع الايجار بتاعك والايجار ده بيبقى من سعر الوحده. فعندك طريقه اولانيه ان انت بتدفع 25% ودي الدفعه الاولى بتاعه البنك على 3 سنين. بس ما تدفعش يعني ما تدفعش مقدم بالظبط. هو انت بتدفع ايجار بالظبط. انت بتسكن وايجارك هو بيبقى المقدم. بعد كده بتقدر تاخد تمويل من عن طريق البنك. في نوع تاني برضو في مشاريع معينه بيدوك خطه دفع 10 سنين تبقى ايجار. بتدفع كل سنه اربع شيكات مثلا او شيك واحد او وات ايفر وبعد 10 سنين تبقى انت
متملك العقار. حبسطها لك. يعني بالاخر لو انت واحد جاي عايش في الامارات هنا وعايش في دبي فتره طويله مش عارف هي كام سنه، ممكن تعيش 5 سنين 6 سنين 10 سنين، ليه تدفع ايجار في شقه مش بتاعتك؟ يعني بالاخر انت عمال تدفع ايجار وبعد شويه تلاقي نفسك قعدت في البلد هنا 7 8 10 سنين ودفعت بتدفع مثلا في السنه 30000 ولا 40000، وفي اخر العشر سنين خلاص انت روحت والفلوس دي كلها راحت عليك. فبدل ما تعمل كده تروح بقى في حاجه من الحاجات اللي هي رنت اون دي، ان انت تسكن في مكان وتدفع مثلا ايجارك، الايجار ده يعتبر جزء من ثمن الشقه اللي انت قاعد فيها. عايز تقول اي حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية عايز اقولها. اعتقد كده ان احنا يعني لمينا الموضوع بشكل ما او باخر، صح، وورنا لكم برضو حاجات مش موجوده انا كنت اول مره اشوفها، وحاجه بالنسبه لي انترستنج جدا ان انا اروح اشوف اماكن زي كده. اعتقد الفيديو بتاع النهارده كده خلص. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تحط لايك وتكتب كومنت وتحط سبسكرايب وتعمل تسوي سبسكرايب، فرتك زر اللايك. فجر زر اللايك بس. ونوع الفيديوهات ده هيبقى يعني كل من حين لاخر كده ان انا ايه ممكن استضيف حد معايا بيشتغل شغلانه معينه او ناجح في حاجه معينه بيعملها ونطلع نصورها بره ونيجي نتكلم عليها هنا، ويبقى الفيديو كده ايه زي ميكس، بدل ما احنا يعني هنقعد نتكلم بس هنا لا نطلع كمان بره ونوريكم الحاجه. فقولوا لي رايكم في النوع ده من الفيديوهات، ولو حد عايز اي حاجه ليها علاقه بالسكن والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هحط لكم لينك القناه بتاعت زيدان، خش عنده اتفرج على الحاجات بتاعته واعملوا له سبسكرايب يعني، او يعني اهم طبعا السبسكرايب عندي، عملته عندي ممكن بقى تشوفوا عنده ايه الدنيا. بس اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ميرسي فاك ده ان انت يعني صدقتني انا دخلت التاريخ النهارده. يلا بقى شكرا اللي بعده. الحاجات دي المفروض ان هي تطلع في الفيديو الجاي بس مش عارف بقى، حدش عارف طبعا ايه ده، حدش يقدر يجس. يلا بينا. ورجعنا مره تانية في استوديوهات محمد الهادي. الشركه السعوديه النهارده بتقدم لحضرتك عرض جميل جدا. الحاجات دي تطلع بره الكادر، خش تلعب كده. طبيعي انا مش طبيعي. ممكن انا اروح اعمل دور علاء الدين ده. يلا احنا وقفنا فين؟ كومنت اهو. تحسنت واشتغلت على نفسك كتير قوي، احييك على الاداء والتصوير. احييك والله، انا احييك. ميرسي ميرسي يا راضي.